رز الدجاج المبهر بالبتنجان، معانا كوبايتين رز بسمتي، معلقة صغيرة بودرة زعفران او لو عندكم زعفران بس هو غالي جدا فاحنا بنستبدله بالبودرة من عند العطار، معانا ربع كوباية مية بس عشان نحط فيها البودرة دي، معلقة كبيرة زيت، فرخة واحدة متقطعة على 8 قطع مغسولة كويس جدا بالخل ليمون ملح عشان ميبقاش فيها اي ريحة زفارة، معانا بصلة مفرومة، معلقة صغيرة جنزبيل مبشور او اللي معندوش الطازة هيحط معلقة صغيرة جنزبيل بودرة، فصين ثوم مهروسين، حبتين طماطم متقشرين ومفرومين، معلقة كبيرة ملح. بخصوص الطماطم بس عايزة اقول اللي عندهم مشاكل قولون كمان يصفوها عشان البذرة بتتعب القولون جدا، فيصفوا الطماطم بعد ضربها يعني تتشال القشرة وكمان بعد الضرب نشيل كمان البذرة. حبة كبيرة من البتنجان متقطعة مكعبات صغيرة، ربع كوباية زبيب، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة بودرة حبهان أو حبهان صحيح لو عايزين تحطوا، معلقة صغيرة بهارات مشكلة، ربع معلقة صغيرة قرنفل، حبة لومي ده بيتباع عند العطار بيدي طعم حلو قوي للرز، ومية مغلية حسب الاحتياج. هي وصفة غنية جدا وفيها حاجات كتيرة قوي، انا عادة من الناس اللي بحب اعمل الوصفات السهلة ومقاديرها قليلة، بس بما ان بكرة حلقة كلها حاجات قليلة جدا 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 معانا فقلت النهاردة بقى تبقى حلقة فيها وصفة غنية جدا معانا. نعمل شوية توازن، معلقة الزيت هنزل فيها الفراخ، الفراخ هتاخد الطعم كمان شوية، البهارات كمية البهارات اللي معايا رهيبة فهي هتاخد كده كده الطعم كمان شوية. اتأكد بس ان كله سخن كويس وابتدي انزل. واتسألت برضو عن المكرونة البشاميل، انا مش بنسى الاسئلة، انا بس في الحلقة اوقات كتير ما بلحقش وعلى ما بخلص ما بلحقش ان انا اجاوب فايه بشيلها لليوم اللي بعده، ممكن تروح مني بس في لحظتها علشان انا ببقى مشغوله باني اجاوب على الحاجات المهمه بتاعت الوصفه او اقول تفاصيلها وتكتها، مش ببقى عايزه ان يروح مني اي حاجه اي معلومه مهمه وعشان اللي بيتفرج عليا ما يتشتتش. انا بطلع الفراخ دلوقتي، هي خدت لون معايا حلو، هبتدي بقى احط البصله، احط ده كده هنا على جنب، هبتدي بقى احط البصلة والجنزبيل. اول حاجة البصلة والجنزبيل للناس اللي محافظة او عاملة العشر نصايح يبقى نغير الحلة خالص عشان الزيت كله بتاع الزيت اللي هو بتاع او الدهون بتاعة الجلد كلها ساقطة تحت فنغير ساعتها الايه الحلة خالص. انا هنا معايا بودرة الزعفران، هو عادة بتتحط المية او مية الورد على الزعفران اللي هو الاصلي، مية الورد خصوصا علشان تتفاعل تنزل لونها حلو. بقلبه اهو كده معايا، هننزل بقى بقية المكونات كلها، الثوم خلاص، الطماطم، هي دي حتت طماطم سواء بقى طماطم حتت او معصورة زي ما تحبوا اللي متاح برضو مش مشكلة مش هتعمل ازمة، البهارات بقى كلها اللي معانا بتنزل طعمها حلو جدا لما بنعملها كده في الاول في الزيت، القرنفل
معانا اللومي، حطوا واحد اتنين حسب انتوا بتحبوا طعمه ولا لا، يعني اللي ما جربوش يجي يحطوا واحده الاول خلاص. وبنزل بعد كده الرز اللي مش مغسول، انا مش بغسل رز يعني خلاص، انواع رز دلوقتي اللي موجوده في السوق مش محتاجه غسيل، الا لو رز انتوا مش ضامنينه قوي مش بيبقى فعلا عليه نشا كتير واي تراب يبقى لازم يتغسل خلاص. تقليبه حلوه كده على النار، وبروح بقى منزله الميه المغليه واظبط الملح وهنحط البتنجان من دلوقتي المتقطع صغير جدا عشان يستوي معانا خلاص، مقطعينه صغير جدا. اللي عايز يديله تشويحه برضو في الاول مع الخضار يعمل مع قصدي البهارات، هو كده كده هيشرب الطعم كله. نقلب بقى كله مع بعض ونظبط بالملح والفلفل على كل كوبايه. حاضر يا تمام، على كل كوبايه بنحط معلقه صغيره من الملح. تقليبه هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هحط الفراخ على الوش واغطي بس. بس قبل ما نعمل ده لازم نحط الزعفران الاول، ده اللي هيدينا اللون بقى المصفر الحلو جدا. بصوا غيرت على طول ازاي اهو. نحط بقى الفراخ على الوش، هتكون ابتدت تغلي معايا واروح مغطيه، والميه اللي نزلت من الفراخ دي هنزلها عليها عشان ده اللي هيدينا الطعم كله اهو بالطريقه دي. وصفه متكامله فيها حاجات كتيره جدا وكل التوابل مفيده جدا معانا. هنبتدي نغرف طبعا جواها ايه البتنجان، ونحط الفراخ على الوش. لو ما كانتش واخده لون ما كانتش هتبقى حلوه.